بسم الله الرحمن الرحيم. باش نطيبوا اليوم مكرونه بالصلصه. باش نطيبوا الصوص وحدها والمكرونه بعد نضيفوا لها المكرونه. اليوم باش نطيبوها بالحمل خروفه والحمل علوش. كما تشوفوا هنا عندنا الحمل حضروه ومغسلوه، والحاجات اللي باش نستعملوها هي طماطم المعجونه، ورق رند او ورق الغار، هريسة عربية وفلفل أحمر، ملح، بهارات تابل وكروية وبهارات، وثوم مرحي، وهذه طماطم مكعبات مهيش مرحية، طماطم مكعب، ونحط فيها البطاطا. وللزينة عنا البن مرحي مش مالح، وعنا العظم أو البيض. هذه كيف تطيب المكرونة نزينو بالجبن وبالعظم. نبدأ نحط المكونات. اول حاجه الزيت اللي ما ذكرناش، نصبوا الزيت. اول حاجه نحطوها هي نصبوا الزيت نتاعنا، ونضيفوا ورق الرند او الغار 3 ورقات، ونحطوا طماطم حسب الاشخاص اللي اليوم احنا باش نحط 3 مغارف طماطم، 6 اشخاص، ونحط ثوم، شوية ملح، نحط ثوم والبهارات. هما اول حاجة نحطوهم يتقلوا في الزيت على النار. اول حاجة نستعملوها هي الثوم والبهارات والطماطم، ونحطوها على النار تتقلى شوي، ثم نضيفوا لها البقية تقعد تتبعها. هكا نقعدو نقلو الطماطم بالكدا لين تدخل في الزيت، تخرج الريحة نتاعها، باش نضيفو لها اللحم. نضيفو لها طماطم زايدة، طماطم مكعب نجم نضيفو لها بطريقة هاذي. وهنا محضرين ماء يسخن، ماء يسخن يتقلى شوية، نصبوا لها الماء سخون، تو نضيفو لها الماء سخون، تو نحطو الحمل تاعنا، و
نضيفه شوية الهريسة العربي أو الفلفل الأحمر، نخلوها تطيب شوي، نلحم شوي من بعد نضيف لها البطاطا. تو هاك شفتوا الصوص تغلي، باش نضيف لها البطاطا 3 حبات بطاطا كل على 6 أشخاص. نخلوها على نار هادية تطيب، كي تستوي البطاطا وتطيب نحطو لها قرن فلفل أخضر. وهذه الصوص كما شفتوها حطينا لها المكونات الكل تطيب على روحها. في الوقت ذاته نحضروا الماء باش نطيبوا فيه المكرونه، نحطوا له الماء، نحطوا له الملح، ماء شويه ملح وشويه زيت، ونستناو لين يغلي ونطيبوا المكرونه نتاعنا. هذا الماء نتاعنا يغلي باش نحطوا المكرونه نتاعنا، سباجيتي كما شفتوها نحطوها على طولها. هذا رطل المقرونة، ونحركوه بشوي. تسيب لمدة 10 دقائق. وهذا البيض حضرناه باش نطيبوه في الماء، نسلقوها في الماء اللي باش نزينوا به المكرونه نتاعنا في الطيب. حطيناه في ماء وحده طيب، والماء فيه الملح والزيت هذا اللي حطيناه فيه المكرونه. توا الصوص نتاعنا شفتوها طابت كيفاش خرجت زيتها ومنقصين عليها الغاز. كي تطيب الصوص نرمولها الفلفل الاخضر باش يبدل لها النكهه نتاع المطعم. الفلفل الاخضر هذا نرموه كان في الاخر الكل. البطاطا واللحم كلها طايب، والمقرونة متاعنا طابت الكل. خمسة دقايق غلي الفلفل، ونطفو عليها النار، نطفيه عليها النار ونخلطوا المقرونة متاعنا بالصوص. انا طابت وصفيناها. عادي عادي ما جاتش.
تاعنا بعد ما صفيناها طيبناها صفيناها، باش نصبوا لها الصوص، باش نخلطوها بالصوص. خلطوا صبوا لها الصوص بالكدا، ومن بعد نزينوها المكونات. خلطوا المكرونة في بعضها بالكدا، باش نزينو المكرونة تاعنا. هذه البطاطا طابت، هذا اللحم تاعنا. نضيفوا لها قليل من الصوص، نحطوا العظم اللي طيبناه سلقناه، ونعملوا رشة جبن كما نحبوا، نحبوها نحطوها هكا على الحاشية. نجمو نحطو شوية في الوسط وتاكلو بالشفاء. هذه المكرونة متاعنا الصوص بيهبط.